صحة شريبتك مزيانة. صحة شريبتك ميسة، صحة شريبتكم الناس الكل. قبل ما نبدأ، الممثلة بشرى السلطاني مش موجودة معنا، كما نعرف الكل بوها توفى الله يرحمه وربي صبرها هي وعائلتها. الله يرحمه. باش نبدا فقرتي اليوم مع الممثله والكرونيكوز رانيا التومي، اللي اثارت جدل كبير بسبب طريقه ظهورها في مسلسل سر البيتا للمخرج خالد يوسف، واللي اعتبروه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوه بالفاضح، وصارت حمله وهجوم كبير عليها. الاعلامي سمير الويفي انقد ظهورها في المسلسل من خلال تدوين انشرها على صفحته الخاصه بالفيسبوك، وقال: ما الذي يدفع ممثلة تونسية شابة ومبتدئة إلى قبول دور هامشي في مسلسل مصري لا يحترم موهبتها ولا ذاتها؟ واختم: بصراحة لا شيء يبرر ذلك، خاصة إذ كانت الممثلة المبتدئة قادرة على ما هو أفضل وأرقى وأجمل، وليست في حاجة إلى الارتماء إلى تلك الفرص الرخيصة والأدوار المبتذلة. ومن غادي كما سجرت رانيا التومي على إذاعة إف إم مع الإعلامية بيا زردي، وقالت: مانيش باش ندخل في اللعبة مع سمير، هذا ماهوش نقد، هذا صفصتة، وهو يفهم أكثر في الإخراج، ومانيش نستنى فيه هو باش يشوفني أرقى، لا سمير ولا غير سمير باش يحدد لي حياتي. بدني طبيعي ونعمل برشا سبور، وكان عندكم ما تثبتوا العكس تفضلوا. مينا، أنت في السونتي، شنو هي تعليقك على بدني طبيعي؟ والله انا ديجا حكيت في الموضوع الحلقه اللي فاتت، اون فيت انا نتصور الشيرورجيان اللي عمل لها معناتها لوبيراسيون، نتصور نحى الطبليه واعتزل المهنه كي يسمع الحكايه هذي. ياسر يا مينا، ياسر سور، ما انت والله كانه طبيعي صح عليها، اما هو معناها باللوجيك ما هوش طبيعي. في برشا سبور، واسكو سبور يوصل هكاك؟ والله يا عربي جا نقول لك، معناتها انت ديك معناتها ديك تشوفها انت نتا. نسمع فيكم تحكيوا على ما على قالك وري وين خلينا نفهموا الحكايه. رانيا التومي حضرت معاهم في برنامج جودي تو برشا مرات. انا ما شفتش الاسم على الوجه. ما تعرفش رانيا التومي؟ الكرونيكوز اللي تعرف اصفر في جودي تو. اللي شعرها في الايميسيون معاهم مع امين جار. اي عرفت. حضرت انت معاهم؟ اش بيها؟ يا جاي يعني يحكيو على بدنها يعني طبيعي ولا مش طبيعي؟ قالت هي بدني طبيعي، مولي عنده ما يثبت العكس يتفضل. هي ماهيش زفلت. زفلت ولا قال فيها؟ قال سمعتها طويله طويله تقريبا. قالت شفتها قاعده في الكرسي طويله ما نعرفش. هي المراه هذه متخصصه في الـ في الـ بالحق على واحدة كيما أنجولينا جولي. لا سي ان كومبارا. وربما جوليا روبرت. جوليا روبرت ما تعرفش كيف سمير الويف. لا لا سي ان كومبارا. حتى رانيا التومي شنو؟ مزيانة محلاها. مزيانة خير رجع عليها. لو مش على حاجة كمل نيمار. الحكاية ما وقفتش لهنا، الإعلامي سمير الويفي قرر يطلع في الدوزة أكثر وزاد انشر تدوينة أخرى هاجم فيها رانيا التومي. قالت سمير الويفي ولا يفهم في الإخراج، نجاوبها بجاه ربي وينو الإخراج اللي لازمني نفهمه في دور تافه دام ربع ساعة شاهدنا فيه قفاك أكثر مما رأينا وجهك، المفروض لازمني نولي نفهم في البوتوكس والسيليكون باش نقيم دورك الضخم ومواهبك المنفوخة، والأتعس أنك بكل وقاحة تقارن في روحك بهند صبري الممثلة المثقفة والراقية والمحترمة التي بدأت في تونس قبل مصر من القمة. واختم: الإعجاب سهل ورخيص وسريع عبر الإثارة والإغراء والتفاهة والبوتوكس، لكن الاحترام أهم وأغلى وأبقى وأرقى وأصعب. الله اعلم ميسا الحكايه باش تقفل هنا ولا زيد تتفخ. ما يظهر لي باش نقول لك حاجه بركه، مع كل احترامنا معناها هند صبري، برشا توسي ما يعرفوش اللي هي دكتوره في القانون،
أبار لي ممثلة. أي وكانت حتى تلمو معناها كانت متفوقة في الفاك كانوا يعلقوا لها معناها الدفوارات. كلية العلوم السياسية. فوالا في جوريديك في ديسمبر. أما حاجة بركة راه باش نقولها لسمير في الموضوع هذا راهي هند صبري بدايتها في مصر كانت تتفرج في فيلم مذكرات مراهقة اللي هو أول فيلم من هند صبري مع أحمد عز أشنع برشا من اللي من اللي من اللي من اللي من اللي مشاهد رانيا برشا. أنا زد العركة كلها. بالحق أنا زد العركة كلها. أنا عفوا سمير ديما يعني ضد الحمله اللي صارت على راني انا ضد الحمله اللي صارت أما عليها الحمله, الحملة قاسيه برشا بالحق فهمتني حبينا ولا كرانا مش رجلها هبط حمله قاسيه بصراحه فما برشا قاسيه مروه توا نتعداو للممثله والسيناريست رابعة السيفي اللي هبطت ستاتيو على الفيسبوك اتهمت فيه صاحبتها مخرجه وما ذكرتش الاسم اللي هي سرقت لها سيناريو تدوين لقى تفاعل كبير برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي برشا عبيد قعدوا يتسألوا على المخرجة هذه شكون وبداوا يعطيوا في تكهنات وأسماء وذكروا المخرجة سوسن الجمني والمنتجة سونيا بن بلقاسم الشيء هذا انفاتوا لي رابعة سافي وأكدت لي أنه علاقتها طيبة بالمخرجة سوسن الجمني والمنتجة سونيا بن بلقاسم وأنه السيناريو هذا قاعد يتخدم باش يتبث رمضان 2024 ويحكي على تجارة الأعضاء في سجن النساء وهبطت رابعة توضيح فيما بعد لرواد مواقع التواصل الاجتماعي تقول نحكي على سيناريو قاعد تكتب بالعام الجاي مش قاعد يتعدى السنة حاشيها سوسن الجمني الحاجات هذوما بالعكس إنسانة راقية ومزلت كي كنت نشكر فيها وعلاقتي بها أكثر من طيبة واضح أنت اتصلت بها معنا أي اتصلت بها ومن بعديك عملت توضيح على الفيسبوك وزيد حتى الستاتيو اللي هبطته من الأول مش عملت فيه موديفيكاسيون بعد خاطر برشا عباد فهموا الستاتيو نتاعها بالغلط دونك والله سامحني بس بليت خفيف فيت فيه على حكاية السرقة بتاع السيناريوهات خاطر ولات بكثرة الأيامات هذه فهمتني كيما على السيناريو بتاع كابتن الماجد شفنا زميلنا المسرحي معناتها منير بوغانمي هبط اللي كونه السيناريو بتاع كابتن الماجد سرقوا الفكرة سرق له يونس الفارحي اليوم زيد قاعد نشوف زيد في شخص اخر ما نعرفوش زاد هابط لكونه الفكره سخيل ويونس الفير ما فهمتش يا اخي فكروا وين يفكروا مع بعض بلت ديرجه معناتها اي ديرجه بون هذوما سميوا معناتها قالوا اي خليتها رابعه خليتها في المهمه رابعه خليتها في الحكايه محلوله ما سميتش ما زايد معناتها ما تنجمش زاد تسمي رابعة خاطر العمل ماهوش قاعد يتعدى ما تنجمش تقول راهو سرقوا لي هو توا هذوما تحكيو لا تقولي ما تحكيش عليها جم لا تحكي عليها عند الحق لا وهي قال صاحبتها دونك فما عباد فما ناس انا ما انا سيناريست كي هبط حاجه هكايا راهو نسوي رابعه ما انا با بوزوان باش نعطيك حاجه معناها رابعه سيناريست كونفيرمي دونك مادام هبطت مادام فما سرق شكرا معناتها فما حقوق التاليف والواحد فكرته كذا اذا كان يقولوا سرقة فكرة راهو الناس في تونس يفكروا تقريبا كيف بعضهم خاصة في ميدان الكتابة والولايات تضمن النص نتاعك في عند لي دروا دوتور وإذا كان واحد باش يسرق لي ديالوج يسرق الكل كل شيء ما ينجمش ما ينجمش بيان دونك معناتها نحن ندوروا في نفس ولي لاطرة حلقة يعطيك الصحة عايشك ميسا شكرا لك أنت هذه مروة كونكتي